أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه إحدى طرق الوقاية من الزنا، وهو الزواج. ومناسبتها لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بغض البصر وحفظ الفرج بيّن أن من وسائل تحقيق ذلك الزواج، بيّن أن من وسائل تحقيق حفظ الفرج وغض البصر هو الزواج. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إنكاح الأيامى والصالحين من العباد، والصالحين من العباد والإماء، فهو أمر بالتزويج، أمر بالتزويج. ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الزواج على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، ويقال كذلك للرجل الذي لا زوجة له. وسواء كان تزوج ثم فارق فإنه يسمى أيم، أو لم يتزوج أصلاً فإنه يسمى أيم وهو مأمور بالزواج. قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. الصالحين من عبادكم، قال السعدي رحمه الله: يحتمل أن المراد به صلاح الدين، صلاح الدين، وهو الذي لا يكون فاجراً. ويحتمل أن المراد به الصالحون للتزوج المحتاجون له. ثم قال رحمه الله: ولا يبعد إرادة كلا المعنيين، ولا يبعد إرادة كلا المعنيين. لكن أنا أسألكم أيها الإخوة، لماذا خص الصالحين دون غيرهم؟ لماذا قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم؟ لماذا لم يقل ومن عبادكم؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن الصالحين هم المهتمون بإعفاف أنفسهم، هم المهتمون بإعفاف أنفسهم. فما دام أن الولي أو الرجل قادر على تزويج ابنته أو ابنه فليزوجها. وهذا يا أخواني نلاحظ أن كثيراً من الطيبين بفضل الله تبارك وتعالى يتزوجون مبكراً. لماذا؟ مصداقاً لهذه الآية، لأنهم هم المهتمون بإعفاف أنفسهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. سبب الربط بين النكاح والغنى في هذه الآية أيها الإخوة لإبطال ما كان يتصوره البعض من أن الزواج سبب للفقر. كانوا يقولون إن الزواج سبب للفقر لأنه يحتاج إلى نفقة، ثم يأتيك أولاد يحتاجون إلى نفقة،
فالله عز وجل أبطل ما كانوا يعتقدون، بل إن الزواج أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن الزواج من أبواب تيسير الرزق، من أبواب تيسير الرزق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، أي المتزوج يريد إعفاف نفسه، يريد إعفاف نفسه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إن من لم يستطع الزواج فعليه بالاستعفاف، وطريق ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصوم، فإنه له وجاء. ومن طريق ذلك كما نفهم من سياق الآيات غض البصر وحفظ الفرج. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. طيب، واحد يقول إننا أمرنا أن نزوج من تحت أيدينا، فهل هو أمر لنا؟ نقول نعم، هو أمر لنا من باب أولى، أمر لنا من باب أولى. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ملك اليمين، هذه من مسائل يا أخواني ملك اليمين، والذي كما قلت لكم انقطع في هذا الزمان. لماذا انقطع؟ هل لعدم وجود الحروب؟ لأن الرق أين طريقه يا أخواني؟ طريق الرق هو الحروب ولا لا؟ هل سلم العالم من الحروب؟ لا، وإنما انقطع بقرار من هيئة الأمم، بقرار من هيئة الأمم. فالرق الآن لا يوجد. لكن من المسائل المتعلقة به يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني مما ملكتم أيمانهم من عبيدكم ومواليكم، يريدون أن يعتقوا أنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني لماذا أمر الله عز وجل الأسياد بمكاتبة عبيدهم؟ لأن الإسلام يتشوف للعتق يا أخواني، لأن الإسلام يتشوف للعتق. ما حكم الكتابة؟ اختلف فيها أهل العلم على قولين. قالوا إن الله أمر في هذه الآية أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، فلا يجب على السيد أن يطيع عبده إذا أراد الكتابة. وقال بعض أهل العلم: بل الأمر للوجوب، واختار هذا ابن جرير وهو الراجح لتشوف الإسلام للرق. إذا كان هذا جيد ويريد أن يعتق نفسه فأعتقه، يعطيك ماله بدل ما تبيعه على زيد أو عبيد واشتر غيره، ولا لا؟ خل هذا يكون حر. أما الذي يرضى لنفسه أن يكون عبدا أبد الدار فأبقه، لكن الذي يريد أن يتشوف للحرية، وهذا رد على هيئة الأمم وغيرهم الذين ينتقدون يقول أن الإسلام فيه الرق. الإسلام يتشوف إلى الرق، إلى العتق، وقد دعا إلى الاعتاق وجعل فضل ذلك، بل جعل من الكفارات والتي كثيرا ما تقع عتق الرقبة، بل إن من كفارات اليمين يا أخواني الذي كثيرا ما يقع فيه الناس، أحد كفارات اليمين هي عتق الرقبة. فالإسلام ليس مقصودا له الرق، وإنما يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق. إن علمتم فيهم خيرا، شرط. ما هو كل عبد أو مملوك يأتي ويطلب المكاتبة يجب على سيده أن يكاتبه، لا. قال الله عز وجل: إن علمتم فيهم خيرا. قال بعضهم خيرا يعني أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم حيلة وكسبا، وقال بعضهم
مالا. ما هو الصحيح من هذه الأقوال؟ كلها صحيحة إلا قوله مالا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن علمتم فيهم، حرف الجر فيهم، ولم يقل إن علمتم عندهم أو لهم، عندهم أو لهم. وإلا قريش تسمي الخير مال، في لغة قريش لما يطلقون الخير إن علمتم فيهم خيرا يطلقون الخير على المال. قال الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر آخر، يعني لا تكتفوا أن تكاتبوهم فقط بل آتوهم من مال الله الذي آتاكم. اختلف فيه أهل العلم على قوله ما هو المال الذي آتاهم، قال بعضهم هو مال الزكاة فإن للمكاتب حق فيه، أموال الزكوات للمكاتب حق فيه. لو جاء واحد والله أنا كاتب سيدي ب50,000 ريال لتاجر من التجار وريدك تعطين زكاة مالك، يجوز ولا ما يجوز حتى يعتق هذا الرجل؟ يجوز. وقال بعضهم إن علي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ضعوا عنهم بعض ما كتبتم عليه، يعني مثلا إذا كتبته ب50,000 مثلا وجاب 40 عرفت أن الرجل صادق وجاد، ضع عنهم بقية هذه المكاتبة، لأن الله هو الذي وهبك هذا المال وجعل هذا مملوكا لك وجعلك سيدا وجعلك سيدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم. طيب أيهما أصح، الأول ولا الزكوات ولا طرح المال؟ نقول لا مانع من كلا، أمر بكلا الأمرين، أمر بكلا الأمرين. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا ما أرادت تحصن نكرهها على البغاء كيف؟ طيب ما فائدة الشرط هذا؟ لا يا أخوة، هذا الشرط يقولون لبيان الواقع، لأن الذي لا يريد التحصن هل يقع عليه الإكراه ولا يأتي إلى الزنا مطيعا راغبا؟ ها، فهو لبيان الواقع هذا. ولذلك قال ابن عطية إن أردنا تحصنا راجع إلى الفتيات، وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ يمكن أن يتصور أن يكون السيد مكرها ويمكن أن ينهى عن الإكراه، وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور أن يقال للسيد لا تكرهها، لأن الإكراه لا يتصور وهي مريدة للزنا، فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذا. وش معنى حالهم هذا؟ يعني حالهم أنها تريد تحصن وهو يكرهها. يقول وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين، وذهب هذا النظر عن كثير من، فهو لبيان واقع حال هؤلاء. وسبب النزول كما قيل عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان له إماء وكان يكرهن على الزنا، إيش يريد؟ كذلك المال، يريد المال والولد، يريد المال والولد. فإذا إن أردنا تحصنا هذا الشرط لبيان الغالب أو لبيان الواقع الذي كان في عند نزول الآية، وأنه لا يتصور الإكراه إلا لمن أرادت التحصن. لماذا كان يكرهها عبد الله بن أبي؟ قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي تريدون شيئا من عرض الدنيا من مالهن ومهورهن وأولادهن. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يكرهن، الضمير يعود إلى من؟ الفتيات، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم لما فصل الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم
أي خبراً عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله، كما قال سبحانه: فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين. وموعظة أي زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم للمتقين، أي لمن اتقى الله. هل يكون القرآن موعظة لغير المتقي؟ لا، إنما يؤثر في من اتقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال ابن القيم رحمه الله: ضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله ومحامله ومادته مثلاً بالمشكات، يعني ضرب الله عز وجل مثلاً لنوره مثلاً بالمشكات. ما هي المشكات؟ الكوة في الحائط. المشكات في قول جمهور المفسرين هي الكوة في الحائط، وقال ابن عباس: هو موضع الفتيلة من القنديل، لكن الأشهر هو القول الأول. فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكات زجاجة من أصفى الزجاج، حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافاً هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة. فقال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض يعني هادي السماوات والأرض. وقال السدي: الله نور السماوات والأرض، بنوره أضاءت السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله: النور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله. إضافة صفة إلى موصوف، والثاني إضافة فعل، إضافة مفعول إلى فاعله. فالأول الذي هو إضافة الصفة إلى موصوف، كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره سبحانه وتعالى إذا جاء لفصل يوم القيامة. ومنه الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الكريم. طيب، أنا أسألكم أيها الإخوة، هنا في هذه الآية هل هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو من باب إضافة المفعول إلى الفاعل؟ الله نور السماوات والأرض، ها؟ إيش؟ يصح يا أخواني أن نقول هنا في هذه الآية أنها إضافة الصفة إلى الموصوف، وعلى هذا نحمل من قال من السلف إن قولهم الله نور، قال نوري نور، فبنوره أضاءت السماوات والأرض، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ويصح أن يكون من باب إضافة المفعول إلى الفاعل، وعليه نحمل يا أخواني من قال الله هادي السماوات، الله هادي السماوات والأرض. طيب، النور في كلام العرب يا أخواني هو الأضواء المدركة بالبصر، الأضواء المدركة بالبصر، ويستعمل مجازاً فيما صح من المعاني ولاح، فيقال كلام له نور، كلام له. هل ترى لما يقول كلام له نور ترى نوراً؟ وإلا ما هذا إيش؟ استعير هذا الشيء الحسي إلى شيء معنوي. فالله نور السماوات والأرض يشمل يا أخواني هداه في السماوات والأرض، ونوره سبحانه وتعالى الحقيقي، فنوره الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ثم قال الله سبحانه وتعالى مثل نوره، الضمير يعود إلى ماذا؟ فيه قولان لأهل التفسير. القول الأول أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس. القول الثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام والتقدير، مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه. أيهما أرجح يا أخواني؟ الأول، أحسنت، الأول هو الراجح، وأن الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى. وسبب تضعيفنا للقول الثاني لأنه يعود إلى غير مذكور، يعني يحتاج إلى أن نتكلف حتى نعيد الضمير إلى المؤمن، يحتاج إلى أن نتكلف. كمشكات فيها مصباح، المصباح هو الذبالة التي تضيء، المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية، قال أبي وهو نظير قلب المؤمن. الزجاجة كأنها كوكب دري من الدر، أي كأنها كوكب من در، قال أبي بن كعب كوكب مضيء، يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة. فالشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، زيتونة، زيتونة بدل من شجرة، أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، هذا وصفها، أي ليست في شرق بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلص منها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تأتيها الشمس من أول النهار إلى آخره. يكاد زيتها، يعود الضمير إلى ماذا؟ إلى الشجرة، يضيء ولم تنسسه نار، لضوء إشراق الزيت. قال الله سبحانه وتعالى نور على نور، يعني بذلك إيمان العبد وعمله، يعني نور النار ونور الزيت. فالمؤمن يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة نور على نور، يعني نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاء، ولا يضيء واحد بغير صاحبه. كذلك نور القرآن والإيمان إذا اجتمعا في قلب المؤمن، فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. فالمنافق الذي يقرأ القرآن هل يرى نورا؟ ها يا أخواني، وكذلك المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، فالقرآن والإيمان إذا اجتمعا أضاء في قلب المؤمن، نور على نور. قال الله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء، أي هذا النور الذي ضرب الله عز وجل له مثلا، يهدي، الهداية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيختار من يشاء ويحرمه من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ويستحق هذا النور وممن يستحق حرمانه. قال ابن القيم رحمه الله، يعني هذا الآن عندنا مشبه ومشبه به، أليس كذلك؟ قال ابن القيم في هذا التشبيه لأهل المعاني طريقان. الطريق الأول طريقة التشبيه المركب، وهو أقرب مأخذا وأسلم من التكلف، وهو أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض للتفصيل، تقول إن الله عز وجل ضرب لنوره مثلا بنور المؤمن حينما يجتمع معه القرآن.
من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلى هذا يقول ابن القيم عامة أمثال القرآن، هذه الطريقة الأولى وهي أسلم، يعني أن نشبه هذا النور بنور المؤمن. الطريقة الثانية طريقة التشبيه المفصل، فتجعل كل شيء مذكور في هذه الآية في المشبه ما يقابله من المشبه به. فمثلا في هذا تقول المشكات صدر المؤمن والزجاجة قلبه وهكذا، لكن أيهما أوضح للمتلقي يا أخواني؟ هو الطريقة الأولى، طريقة التمثيل المركب، وأن الله عز وجل شبه نوره بما ذكر في هذه، شبه نوره بقلب المؤمن بما ذكر في هذه الآية. نور على نور، يقولون أن الشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه، كلكم تعرفون الشيخ صالح وبعضكم يعني يعرف الشيخ صالح البليهي رحمه الله، سئل قالوا وش رأيك يا شيخ صالح نسوي أو نعمل الشاي من ماء زمزم، يجوز ولا ما يجوز نعمل شاي من ماء زمزم، يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ قال الشيخ رحمة الله عليه شاي وماء زمزم نور على نور، يعني اجتمع فيه شاي جيد وماء زمزم لا شك أنه أطيب الماء، ولا لا؟ نور على نور، نور على نور. يعني يصبح الآن حتى الناس يقولون في مثل نور على نور، يعني إذا أرادوا أن شيئا اجتمع مع شيء آخر مثله وأحسن منه قال نور، نور على نور. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أخواني نسرع لأن الوقت داهمنا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قال السعدي رحمه الله لما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوعه في المساجد ذكرها منوها بها. لما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوعه في المساجد ذكرها منوها بها. وقال ابن كثير رحمه الله لما ضرب الله تعالى مثلا لقلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم ذكر محل ذلك وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن أي أمر وقضى، وهو إذن شرعي ولا كوني؟ شرعي، لأنه محبوب إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يلزم حصوله. وأن تعلمون أن الفرق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي أن الإذن الشرعي محبوب إلى الله لكن هل يلزم حصوله؟ ها؟ لا يلزم حصوله. والإذن الكوني القدري لا بد من وقوعه لكن ربما يكون محبوب وربما لا يكون محبوب لله سبحانه وتعالى. وجاء في القرآن كثير الإذن الشرعي والإذن الكوني. طيب، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال السعدي قوله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها وصيانتها عن اللغو فيها، ويدخل في قوله تعالى ويذكر فيها اسمه الصلاة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وتعلم العلم وتعليمه كمجلسكم هذا والاعتكاف وسائر أنواع العبادات. والخلاصة يا إخواني أن ترفع حسيا ومعنويا، أن تبنى وتنظف وتهيأ للعبادة، ها، ويتقام فيها الصلوات وسائر العبادات وسائر العبادات. وقد ذكر بعض أهل العلم جملة، أقول جاء في السنة يا إخواني جملة من أحكام المساجد، منها فضل بنائها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، تحريم نشد الضالة فيها، جاء في الحديث أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت دعاء عليه، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، كما حرم فيها البيع والشراء، كما حرم فيها البيع والشراء.
وهذا يا أخواني يقع من كثير من الباعة. فبعض المساجد يا أخواني لها باحة يصلي فيها الناس بعض الصلوات ولا لا، فيجلس يبيع في هذه الباحة، وهذه الباحة لا أحكام المسجد لأنها متصلة بها، فينبغي أن تنهى الباعة عن الجلوس، وإن يخرجوا إذا أرادوا البيع والشراء أن يخرجوا خارج المسجد وعن باحته المتعلقة به. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. من المسائل يا أخواني التي انتشرت في هذا الزمان السؤال في المسجد، إذا صلوا الناس قام واحد قال يا جماعة أنا صار علي حادث وأنا قدر الله علي وأنا أبوي مريض وعلي آجار وعلي كذا، فهل يجوز؟ لو تأملنا يا أخواني ما منع منه من البيع والشراء ونشط الضالة فإن هذا مثله، فإن هذا مثله، ولذلك ينبغي أن يمنع هؤلاء من السؤال لأنفسهم في المساجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا، ولذلك يعني ينهوا عن أن يقوموا أمام الناس. لكن لو جلس خارج المسجد وجلس كما هو عادة الناس، إذا جلس فقير أو مسكين خارج المسجد أعطوه، هذا شيء، أما سؤاله أمام الناس وحديثه عن حاله فشيء آخر، وينبغي أن يمنع منه وأن يقال له إن المساجد لم تبنى لهذا. ويذكر فيها اسمه، اسم الله، يسبح له فيها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المساجد، بالغدو والآصال. الغدو يا أخواني هو أول النهار، والآصال هو آخر النهار. قال السعدي رحمه الله خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسير السير فيهما إلى الله ورسوله، ولذلك جاء عن ابن عباس أن المراد بالغدو صلاة الصبح وبالآصال صلاة العصر، وهما أول صلاتين فرضهما الله سبحانه وتعالى على العباد. وقد جاء في الحديث من صلى البردين، حديث صحيح، دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى رجال، إشعار بأن المساجد إنما بنيت للرجال، وأن الرجال هم المأمورون بإقامتها، لكن هل تمنع منه النساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالأولى أن تصلي المرأة في بيتها، لكن قول الله سبحانه رجال إشارة إلى أن المأمور بإقامة الصلاة هم، أن المأمورين بإقامة الصلاة هم الرجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الرجال ولا لا؟ أي أنهم إذا سمعوا إقامة الصلاة تركوا البيع والشراء وأتوا إلى المسجد، فهذا خبر كما أخبر الله عنهم هنا، فقد أمرهم هناك في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله في سورة المنافقون، وفي سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الرجال بأن الدنيا لا تشغلهم عن ذكر خالقهم ورازقهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جاء عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي فيهم في حكمهم، وليس هذا سبب النزول. يخافون، لماذا يا أخواني أغلقوا وتركوا البيع والصف في الأسواق والبيع والشراء؟ لماذا؟
يخافون يوما. اليوم ما هو؟ يوم القيامة، تتقلب فيه القلوب والأبصار. مقصد الآية أن وصف يوم القيامة أنهم يخافون ذلك اليوم العظيم الذي قال الله عز وجل عنه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وكما قال سبحانه: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كل ذلك أوصاف لذلك اليوم العظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويزيدهم من فضله، أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم، كما قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، والله يضاعف لمن يشاء. وقال هنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. شوفوا خاتمة الآية أخواني، لما تركوا البيع والشراء، ليه؟ واحد يقول: يا أخي أنت مسكين، أنت ما غريب يا أخي، أن الزبائن جايين يبي يشترون ويبيعون، كان بيفوتك من الربح ولا لا؟ تغلق ثم الناس يتفرقون ويروحون وين ما يرجع الزبون والمشتري. ختم الآية بقوله: والله يرزق من يشاء بغير، فإن الأرزاق بيد الله عز وجل. فكما تغلق مكانك وتغلق تجارتك ومحلك، فإن الرزق الذي تنتظره من الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، وهو الذي أمرك بإغلاق محلك. فلا تخشى على رزقك، فلا تخشى على رزقك. شوفوا يا أخوان، دائما يقول العلماء أن خاتمة الآية يترجم عن مضمونها، ولها مناسبة بها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، كسراب بقيعة. كسراب، السراب هو ما ترقرق من الهواء في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة، وأوهم الناظر إليه على بعد أنه ماء، سمي بذلك لأنه ينسرب كالماء. كسراب بقيعة، بقيعة هل هي كلمة ولا كلمتين؟ ها، الباء حرف جر، وقيعة جمع قاع، والقاع هو المنخفض المنبسط من الأرض. بقيعة، أظن بعض الذي يقرؤون سريعا أنها كلمة واحدة، لكن الصحيح أن الباء حرف جر، والمقصود بالبقيعة هي القيعة جمع قاع، القيعة جمع قاع. مثل ما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف: تزاوروا عن، تزاوروا عن، هل هي كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين، تزاور وحرف الجر عن. طيب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه، من الذي جاءه؟ الظمآن، جاء الظمآن، لم يجده شيئا، لم يجد هذا سراب، إنما هو سراب، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وجد الله عنده، أي عند حسابه على أعماله. هذا يا أخواني، هذا المثل ضربه الله عز وجل لمن؟ ضربه الله عز وجل لأعمال الكافرين، لأعمال الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أو كظلمات، أو كظلمات في بحر لجي، أو كظلمات في بحر لجي، يعني في بحر عميق، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. طيب، يقول العلماء رحمهم الله: هذان مثلان ضربهم الله سبحانه وتعالى لنوعين من الكفار، لنوعين من الكفار. فأما الأول من هذين المثلين، وهو قول الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم، ها، للدعاة الكفار
للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات، يعني لم يكتفوا بالكفر فقط وإنما دعوا إلى الكفر يظنون أنهم يحسنون صنعا، كما قال الله عز وجل في آية: لكن إذا كان يوم القيامة هل يجدون هذه الأعمال؟ لا يجدون، كما قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، المثل الثاني يا أخواني: أو كظلمات في بحر اللجي. قال العلماء: هذا مثال للأتباع، يعني الأول مثال للمتبوعين والثاني مثال للأتباع الرعاع المقلدون لأئمة الكفر. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب ولا يعرف حاله. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدر. هذا مثال لذلك الكافر التابع لغيره من غير علم المقلد. والمثال الأول يا أخاني مثال لمن؟ للدعاة للمتبوعين، مثال للمتبوعين. طيب، ماذا تلاحظون يا أخواني؟ قال الله عز وجل: ظلمات بعضها فوق بعض، مثل ما قال هناك في قلب المؤمن وفي أحوال المؤمنين نور على نور، وهنا قال ظلمات بعضها فوق بعض، ولذلك عقبها بقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله عز وجل فهو هالك جاهل حائر بائر كافر، كما قال سبحانه وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له، وذلك في مقابل من قال الله ما قال الله عز وجل لما تكلم عن نوره: يهدي الله لنوره من يشاء. فبين هذه الآيات وبين التي قبلها مقابلة، الأولى المؤمن ومعه نور الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هذه الآية تحكي الكافر سواء كان داعية أو تابعاً أو متبوعاً ومعه الظلمات، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، وقال: ومن لم يجعل الله له نوراً في هذه الآية فما له من نور. فنسأل الله سبحانه وتعالى العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، وأن يجعل لنا نورا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك.